صباح الخير للجميع، صباح الأنوار، أهلا وسهلا بالجميع، نحييكم مشاهدين أنتم بداركم تابعوا الآن على شروق نيوز، برنامج شروق مورنينج متواصل إلى غاية 10:00 صباحا. احنا نقول لكم كل جمعة وأنتم إلى الله أقرب، وصحائف أعمالكم بالحسنات والطاعات أثقل يا رب العالمين. إذن نعم، حسب الزملاء أكيد مع كل صبيحة مشاهدين عودناكم بحكمة مقولة مأثورة أو حتى أمثال شعبية. اليوم فريق البرنامج اختار حكمة عن الاستغفار. حكمتنا اليوم تقول: من اتصف بصفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. من اتصف بصفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. أكيد الاستغفار من أعظم وسائل الأمن، فبالاستغفار مشاهدين تغفر الخطايا والذنوب، وبالاستغفار تكون البركة في الأرزاق. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بالعمل على الاستغفار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أمين يا رب العالمين. مباشرة مشاهدينا نروح نشوف الوضعية الجوية كيف راح تكون اليوم الجمعة. أكيد تسألوا كيف راح تكون، خاصة أنه يوم الجمعة يوم عطلة، رايحين ربما اليوم تخرجوا مع أولادكم مع عائلاتكم إلى الأماكن اللي طبعا خاصة اللي راكم تسألوا كيفاش راح تكون بالنسبة للمرتفعات الشريعة، وأيضا تيجدة كيفاش، هل الثلوج مازال كاينة في هاد المناطق أم لا. حنروح نشوفوا عموما وضعية الطقس كيفاش راح تكون اليوم الجمعة في هذه الورقة، ولا نعود إذن مشاهدينا تابعنا مع بعض هذه هي الورقة، تعرفنا من خلالها على أحوال الطقس كيفاش راح تكون اليوم الجمعة. كما تابعتوا الأجواء مشمسة بشرق الوطن، أما بوسط وغرب الوطن حتى المناطق الشمالية الوسطى والغربية راح تكون أجواء مغيمة وتكون رعود حسب ما تابعنا في هذه الورقة. أما درجات الحرارة صباحا أكيد درجات الحرارة منخفضة نوعا ما، لكن في الظهيرة حترتفع في المناطق الشمالية. حنشوفوا درجات الحرارة حتكون في الجزائر العاصمة قسنطينة
وأيضا وهران عين تمشنت 15 درجات، الحق 12 درجة أيضا بتلمسان. أما في الجنوب درجات الحرارة تكون مرتفعة، الحق حتى 30 درجة في عين قزام و22 درجة بالثمن راس. إذا مشاهدينا نجدد تحية وترحاب بالجميع، إن شاء الله نتمنى أنكم تقضوا معنا أوقات ممتعة وجميلة في هذا الصبيحة، ومباشرة الآن نروح لفقرة الرياضة بعد هذا الجنجل ولنعود. فقرة الرياضة، فقرة قارة تعودتوا لها كل صبيحة يوم جمعة. رايحين نربطوا الآن المباشر مع الكوتش أمين ميجربا مدرب كمال الأجسام، يلتحق بنا الآن في هذه الأثناء. أقول لك أمين صباح الخير، صباح الحيوية والنشاط، أهلا بك معنا. صباح الخير خويا العزيز، اشرك لاباس ان شاء الله تكون الحمد لله. جمعه مباركه ليك وجمعه مباركه كامل المشاهدين. امين يا رب العالمين، شكرا لك امين، وشكرا ايضا لالتزامك، ودائما تشرفنا بتدخلاتك من قاعه كمال الاجسام بعين النعجه بالعاصمه، اكيد من خلال النصائح والارشادات اللي تقدمها للرياضيين مع صبيحه كل جمعه. امين، اليوم رايحين نتكلموا على عضلات الظهر، حين نشوفوا بعد قليل بعض التمارين الرياضية لتقوية عضلات الظهر ومن أجل أن يكون ظهر قوي وصحي. في البداية أمين خلينا نشوفوا ونتعرفوا على ربما عضلات الظهر في جسم الإنسان، كم عددها وش هي ربما الأمور والأخطاء أيضا اللي يرتكبها الناس ربما وتشكل خطورة على الظهر تاعهم؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، هي عضله الظهر هي عضله كبيره كما نقولوا حنا، كيما لي جومب كيما الصدر كيما الصدر، هادو عضلات هما اللي اساسيين في في الجسم تاع الانسان. اما لي برا ولا لي زيبول ولا لي ترابيز ولا لي مولي، عضلات صغيره لي زافون برا تسمى العضله تاع الظهر، هي اللي تكون هي الكبيره كامل وحساسه. وجينيرال معضله الظهر هي اللي المشكل تاعها انه ينصاب فيها الرياضي، باسكو هي راح تشوف تخدم لي جون تقيس عضلات على الظهر، تخدم لي برا تقيس القطنيه تاع الظهر، تخدم لي باكتورو تقيس العضلات على الظهر. تسمى ميم كي تكون شفت باغ اكزومبل اكزومبل يضربك زعما نقولوا الريح، ما تقدرش مين باتنود ولا تدير تروح تخدم ولا، باسكو علاه العضله تاعك مبلوكي، هذاك الحوض تاعك مبلوكي. تسمى عضله الظهر هي الاساس سوتو للرياضيين سواء فام سواء اوم. تسمى على بها دوكا كنت شاف التمارين راح نديرهم دوكا، التمارين هذوما لا يخلوك اولتها ما تبليساس، والدوزيام انك شغل تحافظ على اللياقه البدنيه تاعك، وتروازيام لازم لي زيشوفمون، تسمى تشوفي مليح ماكسيموم تشوفي لي شوفمون مزيان باش ما يصابني ظهرك ني والو. امين، بزاف الناس يشكيو من الام الظهر خاصه بالنسبه اللي يعملوا في المكاتب، يعني اللي يعملوا بزاف وهما قاعدين يشكيو من الام الظهر. اكيد احنا نقول لهم باللي كاين تمارين رياضيه خاصه بعضلات الظهر من شانها ربما تقلل يعني من الالم بعد ما ربما تقويها نوعا ما. نعم نعم، هي كاين تمارين سبيسيال دوك زعما نقولوا يجي واحد خدام في بيرو ويستعمل بزاف الميكرو، يجينا هنا لاصال يقول لك عندي بروبليم في القطنيه تاعي ولا عنده ارني ديسكال ولا عنده سكوريوز ولا بزاف صوالح، حنا واش نديروا نوجهوا هذاك الرياضي؟ حاجه الاولى هي الا ما كانش عنده خطر بزاف في الـ في الـ في لو موسكل تاعو نديروا له التمارين هادو، اذا كان عنده كما نقولوا بروبليم كبير نوجهوا لابيسين، نوجهوا لتمارين مرونه، ما نبعثوش ديريكت الماتريال اللي فيه الثقل، باسكو على بالك فورس فورس الميسكل تاعك كي كنت يكون مزير كما واحد دوكا عنده سكوريوز او جاي هكا معوج، انت تروح تخدم له الموفمون هو مازال ما تعلموش، لو فات الكور تاعك انت 3 موا 2 موا يزيد يتزير، العكس اوليو يعاود يبرا يتسلس يعاود يتعوج. تسمى حنايا علاه نديروا له تمارين تاع المرونه هادو هما باش يتكسل، تمارين تاع المرونه هما الصح. الواحد اللي عنده سكوريوز ولا بروبليم تاع الضو تسمى ما بعتوش ديك لي زيكزارسيس هادو، اذا كان واحد يعني كما نقولوا رياضي مليح جسمه سالم ومنه وعنده غير دي زانفلاماسيون صغار هو اللي يقدر يتجه لهاد لي ماشين، وشنو مع التوعيه كما نقولوا نوعوا الناس ما نخليهمش يديروا بلي شارج بزاف.
يلا أمين، شوفوا معك بعض تمارين عضلات الظهر، هذا من أجل ربما ظهر قوي وصحي، وأيضا يمنح القوة والتوازن وبالتالي المظهر اللائق. يلا نتابع أمين التمارين الرياضية، تفضل. بسم الله. احنا عندنا دوكا لابولي باز، هذه هي هايليك، هنا لابولي، هذه هي لابولي، تجي هنايا، هي هذه هي لابولي، هنا تجي حنايا باش نغيروا البلاصه، شغل ما تقدرش يشوفوا الزاويه مليح، بدلنا موديفيناها، درناها هنايا. الزاويه هذه تقيس لك لي لاتس، لي لاتس هما هادو، شوف هادو ما لو غروند دورسال هنايا، يقولوا كما نقولوا حنايا جناحتين، الناس اللي يحبوهم كاع هذا الموفمون كي يدخلوا لاصال، هذا هو اللي يبداو به الاولاني، باسكو علاه؟ هذا هو اللي يفتح الظهر واللي يعرض الظهر. تما جينيرالمون تلقى العباد يبداو بهذا الظهر، يخدموا الموفمون هذايا، زعما نقولوا كاين اللي يخدموا بيراميدال باغ اكزومبل، كاين بروغرام بيراميدال يخدم سيريه الاولى فيها 15 ومن بعد 12 ومن بعد 10 ومن بعد 8، هذا بروغرام بيراميدال باش يزيد في الوزن، تما قد ما يزيد الوزن ينقص في لي ريبيتيسيون. وكاين الناس اللي تحوس لياقه بدنيه زعما باش تسيشي كيما نقولوا حنايا، يدير دو موسكل على خطره، يخدم هذا يا زعما مع هذاك، بصح يديرهم اونشينمون، يعني يدير هنايا 15 اللي هي يسوطي 15 باش يروبوزي، تسمى يدير دو سيري ودو موفمون باش يروبوزي. حنا دوكا واش راح نوريو لهم؟ نوريو لهم الناس المبتدئين كيفاش يخدموا الزاويه هذه، وكيفاش يقعدوا في البون، وكيفاش يخدم الاز، باسكو كاين بزاف الناس تخدم معوج. حنا دوكا هنا واش يدير الرياضي؟ يجي هنايا يريح في السياج تاعو عادي، ما يديرش لا شارج عاليه، واش يدير؟ هاوليك الوسمو تاعو لابريز، لابريز تاعو تكون هنا، هاوليك لابريز يشدها هنا، وكاين بريز واحده اخرى كاين هنا كيما نقولوا حنايا، تقيس لك لي لات بروناسيون هكا وهكا سوبيناسيون. واش يدير هذاك لاتلات من داك السمانه هذه؟ يدي شد يدو بروناسيون هكا، ومن بعد ديك السمانه الجايه ما يخدمهاش بروناسيون، يخدمها سيبيناسيون، يعاود يقلب يدو هكا، هما يقيسوا كيف كيف لو ميم ميسكل، بصح حنايا بريفيري انا ليا الواحد رياضي جديد يخدمها هكا، يقعد نقولوا حنا دو موا ولا تروا موا يولف الموفمون تاعو، باش من بعد يولي يدير هنا هكا، باسكو كاين بزاف اللي تروح له هنايا هكايا يديه يزلقوا، كاين بزاف اللي ما يقدرش يحكمها، فهمتني؟ يصار لهم مشكل، كاين سيرتو كيكون قصير ولا، حنا نخدموها هكا، يريح الرياضي، واش يدير؟ يوقف صدرو، ما يوقفش صدرو هكا ويخدم، هكا غلط، موفمون غلط، واش يدير؟ ينكلين يروحوا شويه لاريير، ويجبد لهنا، شوف، يجبد لهنا، ما يجبدش لهنا، كاين اللي يغلط يجبد لهنا الرياضي، يجبد لهنا البليكسيوس، الأسفل شويه، شوف هكا، ويجبد هنا، هنا. يشارجي يزيد في لي بوا باش نوري لهم الموفمون كيفاش يخدموه، يزيد في لي بوا ومن بعد يولي يخدم هكا، شوف هنايا يخدم عشوائي هنا، وعلاه بروبليم راح يجي هنا اكرازمو هنا، يولي عنده دي دولور هنا في لي تريسبس في لي بيسبس، بزاف امور راح يبانوا لي عيوبات، بزاف يبانوا في الكور تاعو افورس افورس، بصح كي يخدم ريقلو هالي كمان يخدم هنا، ها هنا ها الاز ها، حركة سلبية حركة إيجابية ها، مام هنا كي تكون بلا شارج سي الماكسيموم، اخدم كيما نقولوا حنايا التوافق تاعك العصبي مع العضلي، يعني لو ميسكل تاعك يكون كونسونطري مع العضلة تاعك، زعما التركيز، ومن بعد بين سيري وسيريك مريح، تشرب الماء تاعك، دوزيام سيري تخدم هنايا كيما نقولوا حنا 4 سيري دو 12، وكاين اللي يخدم 4 سيري دو 10، واحد وكيفاش يختلف البرنامج بين واحد وواحد. إذا كان عنده الماس موسكيلار شوية كما نقولوا حنا يبان هذاك باهي كما نقولوا حنايا، يقدر يدير العدة من 12 حتى 15، إذا كان الرياضي هذاك
عنده الماس موسكولار رقيقه نحيف بزاف، ما يديرش بزاف، يدير 3 سيري دو 10 يكفوه باش ما يهرقش، ما يرهقش العضله تاعو بزاف. بون هذا التمرين هاولي كيفاش يكون، هذه لابولي باز هاليك باش يعاود نعاودو باسكو الاخراني هاولي يتخدم هنا، قلنا يتخدم هنا في البيكسيس، هنا تجيبو هنا ماشي هنا. عندنا هذا التمرين الاول تاع العضله يقيس لك لي لات. دوكا نروحو نقيسو ثانيك، كاين اللي يحب يقيس لي لات يعاود يزيد يدير لي لات هنايا بالتمرين واحد اخر، وكاين اللي يبدل لابريز كاين يديرها بهاديه. خاطش الا خدمت دوكا حنا دوكا نروحو حنا هنايا، شوف الا بلاصيت دوكا نقولو الرياضي بلاصه هاديه راه يخدم موفمون واحد اخر يقيس الداخل بهاديه، تقيس العضله الداخل الظهر هنا الداخليه هنا. بصح الواحد اللي حيحوس يخدم لي لات يزيد يخرج لي لات تاوعو ويخدم كما نقولو حنا لا لارجور بور مو انايا، يخدم هاديه لابريز هاديه ضيق تتبع مع هذا الموفمون هذا ومن بعد هذا الموفمون. شوف هذه يقول له السحب تريح وتجبد، هاو كيفاش يكون هذا يكون مستوي، الظهر تاعك يكون مستوي. هاو ليك نوقف هنا ندير رجليه هنا، شوف كيفاش ندير، ما نكسلهمش هكا رجليه ونخدم هكا نو، نكسر شويه رجليه نكسرهم بيا، نوقف صدري نشد هنايا نوقف هنايا صدري بيا، واش ندير نجبد اللي عندي لهنايا للسره تاعي نعاود نطلق، ماشي هكا ماشي هكا هكا موفمون غلط. هاو كيفاش ندير، نولي نخلي ميم كي يخلي لي زيبول تاعي يروحو ما يروحوش لي زيبول بزاف لافون، باسكو تقدر هنا دير يقطع لك لي زيبول تاعك. واش دير اجبد هنا، شوف وقف صدري نجبد ونطلق شويه بك اسمي يتير شويه الدورسو تاعي ظهري يتير ها نعاود نطلق ها. امين بالنسبه للمبتدئين يعني الوزن الزائد راح يشكل خطوره عليهم ايضا، لازم في البدايه لما يكون الرياضي مبتدئ اكيد يبدا بحاجه خفيفه دائما. شوف والله غير باش يامنوني الناس نهضروا لهم كيما نقول حنا في الواقع، انا كنت نبريباري البطوله ما عندهاش بزاف ملي خرجت منها، اقسم بالله شوف العام كومبلي سنه كومبلي عندي كي نحس روحي مليح نشارجي يعني في ليبول ولا في الدورسو ولا في لومبار ولا في الكوشي. حنا الرياضيين واش يدير؟ يشوف واحد اخر في اليوتيوب ولا يروح عنده، ما على بالوش بلي هذاك الرياضي راهو افونسي عليه، راهو ياكل مليح، بزاف امور تاع ليكيبيراسيون عنده مليحه، تلقى الرياضي هذاك ما يخدمش، تسمع عنده ليكيبيراسيون ويعرف واش هو يدير، بصح واحد اخر تلقاه هنا انا دوك نقدر نشارجيك هنا حتى 90 هاي 100 كيلو، 100 كيلو نجبدها لك ها، 100 كيلو نجبدها لك عادي ها، بصح اكوا ساسر كيخدم الموفمون هذا ب 100 كيلو، وانا العضله تاعي هي ماهيش تاع 100 كيلو، فهمتني؟ الرياضي يخدم قيسو يبداها هنا شوف من 20 كيلو ويطلع، يقدر الرياضي جديد يحبس في 35 كيلو، الرياضي كيكون جديد يحبس في 35 كيلو، ومن بعد هذيك افورس افورس كيكون يشوف روحو 4 موا 5 موا يقدر يطلع حتى ل 60، وكي يخدم وحنا الرياضيين تاعنا لا تجيهم خفيفه، كي يجبد كما كنا نحكوا دوكا يجبد بيديه، واش يلقى؟ يلقى يافونسي ويديه وهنا ما يافونسيش في ظهره. باسكو راهو يجبد من ظهره، يجي يجبد بيديه ما يجبدش بظهره، تسمى يافونسي في يديه وما يافونسيش في ظهره، تسمى يخدم عشوائي ما علبوش شنو يدير، بصح كي تخدم انت موفمون جوست موفمون جوست وماشي بلا شارج وكونسونتراسيون ها نخدمو عادي ها ها غير بالعقل ها. بصح كون يكون بلا شارج وحدو الكوري ستريسي تولي يطلع لك ادرينالين تولي هاك، تسمى واش يولي يزغد؟ يولي يزغد اللومبر تاعك يديك ينصابو لي زيبول تاعك ينصابو، تسمى سي ماكسيموم نوعو الناس بلي شارج لي شارج راح تخدم بهم خدم فيهم لي شارج لي تقدر لهم. ومام طو حاجه واحده اخرى الناس باش يفهموا، كي تكون تشارجي لازم الماكله تاعك تكون اون بارالال، تكون تاكل لا فيوند لا فيوند روج وسكالوب والبيض باش تقدر تشارجي، والكربوهيدرات تاكل الشوفان الروز تاكل بكميات مليحه. بصح تلقى الرياضي يجي يدخل للصاله ياكل لي حبه بنان ويروح يشارجي، حبه بنان هذيك محش حتى تحرق نص ساعه تحرقها. الرياضه بالمقابل لازم يكون عندها نظام غذائي صحي ومتوازن ايضا. شوف كيما نقولوا الرياضي اللي يكون كيما نقولوا حنا ماهوش تاع بطولات تاع لي بريباراسيون يقدر لازم ياكل 5 وجبات، تسمى تحت 4 وجبات الرياضي هذا غير يحبس كامل الاجسام، تسمى من 4 وجبات 5 وجبات. وشنو هذوك الوجبات يكونوا يختلفوا بين انسان يوزن 100 كيلو وانسان يوزن 60 كيلو بالنسبه في الكربوهيدرات ولا بروتين، بصح هي لاباس تاعها كامل، واحد محترف واحد اماتور لازم ياكلوا كيف كيف، بك الكميه تتبدل
النمط المعيشي تاعهم لازم يكون كيف كيف. ما تلقاش الرياضي هذاك يروح يضرب لينا ساندويتش تاع غرانطيطا ويجي يونطريليني هنايا هنا في في, في في الصاله. ما عندهاش علاقه هذيك البروغرام تاع الماكله لو ياكل فيه مع هذا البرنامج تاع 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 الصاله. هنا الدوزيام موفمون درناه هذايا درناه تيراج. دوكا نسوطيو الحاجه واحده اخرى لازم يخلوها في الوسط. وشنو هي؟ هذه هي لابار فيكس. هذه لابار فيكس هذه علاه نديروها؟ كاين الناس عندهم لا كولون فيرتيبرال تاعهم معوده يعني هكا. حنا الرياضي كيكون يخدم لهيه ويخدم هنايا نسيو الماكسيموم نوعيه ونقولو يدخلها في وسط التدريب تاعك هي بعد التدريب كامل. واش يخدم؟ يجي هنايا الى يقدر يخدمها هكا دو نقدر نعوج رجليا الى يقدر يخدمها هكا وخدمها هكا. ما قدرش يخدمها كاين الوضر مهم. واش ندير؟ يدير لاستيك ها وليك ويهبط مليح على اللاستيك باش ما يقيسوش. راح يساعد ربما على نعم مالك. ها تساعدوا على طلعه ها وشنو هنا باك اللاستيك يقيسوه باسكو كاين الناس يروح ينحي اللاستيك هنا يضربوا في وجهه يسي يهبط لهنا وينحي اللاستيك هاوليك هاكا ويطلق باسكو هذا راه يوزن يرفد حتى الواحد يوزن 100 كيلو يرفدو نورمال. انا دوك راني من النوعيه الجيده تسمى واحد ما 100 نوعيه الجيده كي تلقاهم في الايصال يا عندك تحب لابار فيكس تخدمها كيما خدمتها انا مع الاول بطريقه صحيحه هاليك طريقه صحيحه تاع لابار فيكس ها تشد هنا ما ماقدرتش تشد هنا تجيك واعره واش دير؟ كاين بزاف يقول لك انا ماقدرتش ندير هكا يشد هكا ها يعاود يدي لداخل ها ولا هكا ها المهم يخدم لابار فيكس علاه باش يعاود يتكسل ظهره يدخلها مع لي موفمون تاعو يا الداخل هي بعد التدريب. حنا انا دائما ندير هذه ندير هذه طروازيام اكزرسيس هي لابار فيكس. نعم امين مثل هكذا هاد التمارين امين التمارين هذو اللي شفناهم الان هل يعني ما تاثرش على الرياضي لو يعني يمارسهم بشكل يومي يعني كل يوم يروح لقاعه كمال اجسام ويمارس يعني هاد التمارين الرياضيه هل بشكل يومي راح تأثر أم لازم دائما نخلو ربما فترات راحة بين ربما يوم بعد آخر ولا يومين في الأسبوع أو لا ربما أمر آخر ما يقدرش يخدم. شوف إذا كان عنده نقص في عضلة الظهر يدخلها دو فوا بار سومان ما يقدرش يخدمها كل يوم باسكو العضلة وقتاش تبان وقتاش تبروغريسي. العضلة تبروغريسي كي تكون الرياضي ديرها روبو إذا كنت ترهقها كل يوم تشنجات العضلية ومنطولي في برميسكيلا تاعك يتقطعوا كي تقطعوا لي في بمسكيله الالياف العضليه تتقطع ما بقاش ريكيفيراسيون. تسمى واش يدير الرياضي؟ يسير الماكسيموم يخدم يخدم زعما اليوم السبت ولا الجمعه زعما اليوم خدم الظهر يعاودوا نهار ثلاثه يروبوزي له يعاودوا. وشنو لي زيكزارسيس ما يكونوش كيما هكا خمسه ولا ينقص يدير اربعه باسكو راح يدير رابيل ما راحش يخدم كيما خطره الاولى. نعم يعني يخدموا دو فوا بار سيمان ماكسيموم. نعم في بعض الاسئله امين ثاني اذا سمحت لنا فقط بعض الناس يسالوا يقول لك كيف يعني اقوي عضلات الظهر في البيت يعني بدون استعمال هذه المعدات؟ كاين بزاف دي زيكزارسيس تاع الظهر الخطره الجايه بالك ممكن نديروا لهم نتبعوا هذه الحصه مع واحد اخرى نديروا لهم تمارين تقويه الظهر في 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 الدار يعني كي يكون في الدار اللي عنده بروبليم تاع الظهر ينوض ما الشيخ يكون في عمره 60 سنه 70 سنه يكون مرات 50 سنه ولا عنده بروبليم تاع الظهر يقدر يخدمهم في الدار عادي. وشنو بالتمارين كيما نقولوا احنا منزليه يعني بلي طابي موشابالي تقدر تخدم عادي تمارين تاع الظهر وسهلين ومهلين. نعم نورمال عادي. امين المشي المشي يقوي عضلات الظهر؟ نعم المشي يقوي عضله الظهر الظهر. وكي واحد ثاني حاجه واحده اخرى كاين الناس اللي عنده بروبليم دو دو يروح يجري برا يروح يجري سوا في طابي رولون ولا يجري في برا يعني بصح كي تكون انت تجري مع البلوش بلي كيكون هو يجري هادوما لي بلاك هادوما يزغدو. تسمى اللي كان عنده بروبليم تاع ارني ديسكال ولا حاجه انا كونسييش ويزيد عنده بوا تاع 100 كيلو ولا 120 كيلو سمين تلقاه هو عنده الظهر. تسمى لازم يشيان عجل ظهره باش ما يوجعوش. والحاجه الدوزيام ما يجريش يدير لا مارش رابيد تقوي له عضله الظهر طلع له نسبه تيستوستيرون في الكور تاعو الاكسجين
لا سيركيلاسيون تاعو تاع الدم لا سيركيلاسيون سونغين تاعو تزيد تمشي خير. تسمى بزاف امورات المشي هو انا بور مو هو اللي يجي بعد لابيسين. يعني لابيسين يديرها الرياضي باسكو سبور كومبلي، بصح المشي بعد بعد لابيسين هو هو السبور كاع المليح، ما كاش قد المشي. يعطيك صحة امين ميغاربا، مدرب كمال اجسام، ربما ما عندكش اضافة؟ عندي اضافه باسكو عندي دو موفمون ديالهم. شفتك تشوف لتحت عرفت بلي حاب تزيد حفصه. تفضل امين. لا نزيد عندي هنايا، عندي ثاني واحد اخر تمرين، واحد اخر تمرين هذايا واش راح يبازي هنايا واعر شويه حساس. تقدر يمد لك لا لارجور، يمد لك مام الجماليه في الجسم، تولي عندك ان كون في كيما نقولوا حنايا، يولي من تحت الخصر تاعك صغير والفوق يطلع في. تسمى هذا يمد لك في لابوتي كيما نقولوا، يدخل في لابوتي تاع لو كور. ومن بعد التمرين واحد اخر يتشبه له، يقولوا له تي لو ميم موفمون، لو ميم موفمون صح راح يكون هكا تي بار. هذا تي بار هذايا يمشي مع هذاك اللي كنا خدمناه الخطره اللي فاتت دوزيام موفمون، يمشي معاه واش يدير؟ يعاود الرياضي بلاسي هذا كيف لو ميم موفمون كيما هذاك، يعاود يوقف صدره هنايا باش يقيس على برا الظهر. ها هنا كيف الرياضي يقدر يدير فيها 3 سيري دو 10، إذا كان جديد الرياضي 3 سيري دو 10 باسكو علاه عنده 5 تمارين كل تمرين 3 سيري دو 10. إذا كان افونسي يزيد في لي شارج وينقص في لي سيري. واحد لي افونسي يقدر يدير العدة الأولى فيها 12 ومن بعد الدوزيام عدة يدير فيها 10، تروازيام عدة يدير فيها 8 ومن بعد 6، يطلع لي شارج ينقص لي ريبيتيسيون. وعندما التمرين الأخير هو اللي مليح كامل يكسل الظهر كيما نقولوا حنا. هاوليك هنايا كي خدمنا حنا دوكا الظهر هنايا خدمناه كيما نقولوا حنا شارجيناه كبرنا له اللحمه، بصح لازم انت دوكا كي خدمنا لي موفمون هادو لازم الظهر يعاود يتكسل يولي لبلاصتو كيما نقولوا حنا نديروا له تمرين استطاله. هذا تمرين تاع استطاله هاوليك واش يدير؟ يجينا هنا الرياضي يخدم بوالي يقدر له يوقف صدره وشوف التمارين كاع تاع الميسكيلاسيون. إذا ما تعرفش لا بوزيسيون هادي ما تخدمش وحدك باسكو علاه لا بوزيسيون هادي اللي تكون كسر رجليك وموقف صدرك راح تخدم فيها في الظهر، راح تسحقها في السكوات. تسمى هاد لا بوزيسيون هي اللي تخليك انت تولي مؤهل انك تخدم ميسكيلاسيون. كاين بزاف اللي ما يعرفش يدير هكا، ما يعرفش يقعد هكا تقول له هكا يتفهموا هكا. مي واسمو البنات ما عندهمش اشكاليه في هاد لا بوزيسيون، يعني يخدموها الاز، بصح الرجال يطول باش تولف له لا بوزيسيون هذه.
تبعهم ما يتبليسه لا بوزيسيون اللي درتها انا تبعها ما تبليسه ان شاء الله ربي يقدرهم. اكيد من خلال هالتمارين الرياضي المشاهد يشوف فينا اكيد راح يبني عضلاته ويمنحه القوه والتوازن، وبالتالي ان شاء الله يكون مظهر لائق. يعطيك الصحه امين مقربة الكوتش مدرب كمال الاجسام. ان شاء الله شكرا لك بارك الله فيك. هاد التمارين الرياضيه ونصائح الارشادات اللي تقدمها دائما للمشاهد الكريم. انا امين حبيت قبل ما تغادرنا زميل معنا في غرفه التحكم يسال قال لك انا حبيت نقوي عضلات الظهر، لكن اذا كان فيه يعني الوزن في القاعد كمال الاجسام عندك اكثر من 200 كيلوغرام امين؟ عندي الميزان تاعي اكثر من 200 كيلوغرام. قول ارواح مرحبا بك. قالك اذا اقل من 200 كيلوغرام ما نقدرش نجي سامحني. يعطيك الصحة امين، شكرا جزيلا لك. قول ارواح نديرو سيونس كيف كيف ان شاء الله. شكرا لك امين وجمعه مباركه، نتلاقاو ان شاء الله في بارك الله فيك. شكرا اخرى بحول الله يحفظك. ميرسي بوكو، الف شكر لك امين. نتواصلوا دائما معكم مشاهدينا في كل مكان من خلال برنامج شروق مورنينغ. نبقوا دائما في الرياضه ونتوقفوا عند محطتنا الرياضيه ومن بعد لنا عوده، ابقوا معنا. متواصلين دائما معكم، لسنا حبنا انتم راكم تتابعوا فينا الان برنامج شروق مورنينغ متواصل الى غايه العاشره. وصلنا لفقره تعودتوا عليها كل يوم جمعه، فقره الدين والحياه. للعبد علاقات مع عنده علاقه مع نفسه ومع غيره ومع الله سبحانه وتعالى. اليوم راح نتحدثوا على علاقه العبد بربه، كيف تكون صحيحه، وايضا كيف نصلحوا علاقتنا مع الله عز وجل. هذه النقاط واخرى سنناقشها مع فضيله الشيخ الامام جمال الغو اللي شرفنا بحضورك كل يوم جمعه. صباح الخير فضيله الشيخ وجمعه مباركه. اهلا وسهلا بك. اليوم راح نتكلموا على علاقه الانسان بربه، كيف تكون العلاقه صحيحه فضيله الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ففي هذا الحديث قال شراح الحديث من علمائنا بأن هذا الحديث جاء ليبين لنا كيف تبنى علاقات الإنسان في هذه الدنيا. علاقات الإنسان في هذه الدنيا عنده، كل واحد منا عنده ثلاث علاقات. كل واحد منا عنده علاقة مع الله سبحانه وتعالى، وكل واحد منا عنده علاقة مع نفسه التي بين جنبيه، وعنده علاقة مع الناس الذين يتعامل معهم، سواء كانوا من الأقارب، من الأهل، من الأرحام، من الزملاء، من الجيران، إلى غير ذلك. فجاء هذا الحديث باش يبيننا كيفاش تكون هذه العلاقة مبنية بناء صحيحة، كيفاش تكون علاقتنا مع ربي سبحانه وتعالى تكون علاقة صحيحة، وكذلك كيفاش تكون علاقتنا مع أنفسنا صحيحة، وكيفاش نبني علاقات مع الناس بناء صحيحا يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. بالنسبة للعلاقة الإنسان مع الله، الإنسان عنده علاقة مع خالقه، مع مولاه، مع ربه سبحانه وتعالى، وهذه أهم العلاقات. الإنسان اللي ينجح في علاقته مع الله تبارك وتعالى سينجح بإذن الله في علاقاته الأخرى، سواء مع نفسه أو مع الناس. الإنسان اللي يفشل في علاقته مع الله سبحانه وتعالى هذا يصعب عليه أن ينجح في العلاقات الأخرى، إلا إذا كان نجاح ظاهري شكلي مؤقت أو ما إلى ذلك. كيفاش تكون علاقتنا مع ربي سبحانه صحيحة؟ وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا اتق الله حيثما كنت، بمعنى أنه العلاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى يجب أن تكون مبنية على التقوى. هذه هي العلاقة الصحيحة لما الإنسان يبنيها على التقوى. ما معنى التقوى؟ كي يقول لك واحد تقي مولاك يا فلان، واش معناها؟ راه يقول لك يعني خاف لربي سبحانه
يسخط عليك، لا ربي سبحانه يغضب عليك. هذه التقوى. التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية، دير حماية وقاية باش ما يكونش عليك سخط الله سبحانه وتعالى. هذه الوقاية اللي بها نقي غضب الله باش ربي سبحانه ما يغضبش علينا، واش لازم نديره؟ قال العلماء، قالوا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ما رجاء ثواب الله، وأن تبتعد عن معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. وش معنى هذا الكلام؟ أن تعمل بطاعة الله. ربي سبحانه أمر بواجبات في هذه الدنيا، ربي سبحانه والذي أمر بالصلاة، الإنسان الذي لا يصلي هل هذا الإنسان علاقته مع ربي صحيحة؟ هذا علاقته ناقصة ولا بد عليه أن يصحح. الإنسان اللي يصلي ويبطل ولا يصلي وما يحافظش على الوقت تاع الصلاة، يصليها خارج وقتها، هذا علاقته مع الله ما هي صحيحة، لازم يصححها، لأنه خاص فيها هذا الجزء تاع أنه لم يأتي بطاعة الله. الإنسان اللي علاقته مع والديه ما هي صحيحة، فبالتالي علاقته مع ربي سبحانه ما هي صحيحة، لأنه ربي سبحانه هو الذي أمر بالإحسان وبطاعة وببر الوالدين. وهكذا في صيام رمضان، في الزكاة، اللي عنده الأموال وما يخرج زكاة أمواله، هذا علاقته مع ربي ما هي صحيحة، لازم عليه صحح هذه العلاقة لأنه مخالف فيما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم ما يكفيش أنك تقوم بالطاعة فقط وتقوم بها خاطئة، لذلك قال على نور من الله، بمعنى لما نصليه يجب أن نتعلم صفة الصلاة، كيف نصليه باش تكون صلاتنا صحيحة، لما نزكيه لازم نتعلموا أحكام الزكاة باش تكون زكاتنا صحيحة، لما نصوم رمضان نتعلموا الصيام الصحيح كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم باش تكون العلاقة مع ربي سبحانه صحيحة. الأمر الثالث وهو مهم أيضا، هاد الأعمال اللي نديروها لازم تكون رجاء ثواب الله. احنا كي نصليو علاش نصليو؟ ماشي لأنه بابا يزعف عليا ولا يضربني، ولكن نصلي لأن الله سبحانه وتعالى يعطينا أجر عليها، لأن الله أمرنا بها، لأنها فيها منح كثيرة جدا في هذه الصلاة. إذا كان بعض الناس تصيبه يصلي يجي الجماعة يصلي، وهو علاش يجي يصلي؟ لأنه أولاد حومته كلهم يصلون غير هو ما يصليش، فجاته حشومة ما يبقاش يبقى يقولوا ما يصليش، فحب يجي يصلي باش الناس يقولوا بلي راه يصلي، فهذا ليس رجاء ثواب الله، وبالتالي ما عندوش الأجر على هذه الصلاة، وبالتالي علاقته مع الله مازال تحتاج إلى تصحيح. طيب. نزيد نقطة في هذا المثال، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة اللي هو عدي بن حاتم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. شكون هو عدي بن حاتم؟ عدي بن حاتم هو ابن حاتم الطائي، وحاتم الطائي كان معروف في عند العرب قديما بأنه كان من أكرم الناس، كان كريما، كان ينفق الأموال، ينفق ما عنده في البيت من أجل أن يكرم ضيفه، كان يكرم الضيف بدرجة كبيرة جدا. فجاء وليده عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن أبي، يعني حاتم الطائي، كان يفعل وكان يكرم الضيف وكان يذبح له الذبائح وكان يتهلى فيهم، قال له هل عنده عند الله من أجر؟ يوم القيامة يدي الأجر. وإحنا في ديننا إكرام الضيف هذه من الخصال الحميدة، هذه من العبادات اللي يؤجر عليها المسلم. وش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إن أباك أراد أمرا قد ناله. قالوا باباك لما كان ينفق ويكرم الضيف كان يحوس على واحد الخلاص راهو خلص فيه في الدنيا، معناته في الآخر ما يديش. وش كان يحوس حاتم الطائي من ذلك الفعل اللي هو إكرام الضيف بطريقة سخية جدا؟ حاتم الطائي كان يبغي الشهرة، أن يصبح أشهر واحد في العرب في إكرام الضيف، وقدنا له. اليوم إحنا الآن بعد 14 قرن مازال نسمعوا باللي كاين واحد كان عند العرب يسمى حاتم الطائي، كان يكرم الضيف بسخاء، فالشهرة تحصل عليها والآن قاعدين نسمع به، ولكن الأجر ما عندوش، لأنه كانت نيته هي الشهرة ماشي رجاء ثواب الله. فلازم الأعمال اللي نديروها تكون خالصة لوجه الله، نريد بها الأجر عند الله وليس أمر آخر، بعيد عن الرياء، بعيد عن الشرك والعياذ بالله، وبالتالي تكون علاقتنا مع ربي صحيحة في هذا الجانب تاع جانب إقامة الطاعات والواجبات. فضيلة الشيخ إمام جمال غول، أيضا الحديث عن كيفية تعامل العبد يعني مع الله سبحانه وتعالى هي ترتكز على أسس، بينها أيضا أنه العبد لازم يأمن أنه الله سبحانه وتعالى
وحده يعني هو يعني صاحب الكمال المطلق، هذا أيضا ربما يعني بين نعم. الأسس نعم ربي سبحانه يعني شرع لنا هذا الدين اللي من خلاله تكون علاقتنا علاقات صحيحة، ومن ذلك علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى. فالمسلم الذي يلتزم بما أمر الله سبحانه وتعالى به قدر المستطاع، ربي سبحانه لم يكلفنا بما لا نطيق، فربي سبحانه من صفاته العليا والحسنى أنه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس على ما لا يطيقون. وأكثر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فلما ربي سبحانه يأمر بواجب من الواجبات فالإنسان مطلوب أنه أن يقوم به على قدر استطاعته وليس فوق طاقته، بخلاف الجانب الثاني وهو الالتزام بالابتعاد عن ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه حماية لنا وخدمة وتفضلا ورعاية لهذا الإنسان في هذه الدنيا حرم عليه ونهاه عن أمور، كل ما حرم الله سبحانه وتعالى هو في مصلحة العبد، لأن فيه أذية، لأن فيه مضرة، لأن فيها عاقبة سيئة، فربي سبحانه قال بعد عليها. فلما ربي سبحانه ينهانا عن شيء يجب أن نبتعد، يجب أن ما كانش الحرام ندير شوية ونخلي شوية، فلازم ننتهي لأنه هذا مقدور عليه، بخلاف الطاعات فيها مراتب ودرجات، كل واحد واش يقدر، ربي لا يحاسبك، المهم راك دير فيها، وكلما اجتهدت كلما كانت مرتبتك عند الله أعلى، بخلاف المنهيات. واش ربي سبحانه نهى كل ما نهى عنه هو في مصلحة الإنسان، هو في من أجل أن يعيش الإنسان حياة سعيدة، فالإنسان يبتعد عنها لأنها محرمة، مش لأنه ما يقدرش عليها. إنسان قد تحدثه نفسه عن السرقة والسرقة حرام، قد تحدثه نفسه عن الغش والغش حرام. الآن مش يقول لك أنني قادر سوف أسرق، كما نش قادر ما سرقت، لا هو يقول حتى لو كانني قادر أسرق فلا أسرق، لأنني هذا مبدأ أن أبتعد عن ما نهى الله عنه. ثم أبتعد عنه ليس مخافة الشرطي أنه يقبضني وأعاقب بغرامة مالية، ولا القاضي يدخلني الحبس، أتوقف وأمتنع عن الحرام برقبة ذاتية بإيمان في قلبي أنه هذا لا يحبه الله فلا أقوم به ولو لم يراني أحد. المثال على هذا الإنسان في رمضان لما يصوم، الصائم في رمضان في يوم حر شديد، لو كان يدخل داره في غرفة مغلقة ويشرب الماء البارد، هل يمكن أن يكتشفه أحد؟ لا أحد يراه ولا أحد لا يظهر عليه أنه شرب الماء، ورغم ذلك لا يشرب الماء، ما كاش اللي يشوفه، ما كاش اللي يعايره، ما كاش اللي يعاقبه، وما يشربش الماء لأنه يخاف من الله، يريد أن يكون صيامه صيام صحيح. هذه الرقابة الذاتية اللي تخلي الإنسان لا يقوم بالحرام ليس مخافة العقوبة من أي شخص كان، ولكن مخافة العقوبة من الله سبحانه وتعالى. فبذلك تكون علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى مبنية على التقوى. هذا التقوى هذا هو أن تجعل بينك وبين كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى وقاية، باش ما يغضبش عليك ربي سبحانه، فتقوم بما أمر به الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، وتنتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. طبعا هذا التقوى النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، هذه حيثما هو ظرف زمان ومكان، بمعنى حب يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا لازم تتقي مولاك في كل مكان وفي كل زمان. علاش؟ بعض الناس كيكون في حومته وين يعرفوه الناس، فاميلته والعرش تاعو القبيلة تاعو، فيستحي يحشم على عرضه باش يدير أمور منكرة فما يديرهاش. لما يسافر إلى مكان آخر ولا إلى الخارج لا يعرفه الناس ولا أحد ينتبه له فيولي يدير كلش، فهذه ليست تقوى كاملة، هذه تقوى في مكان فقط، لازم تكون تقوى في كل مكان. لما يكون وحده الإنسان لابد أن يخاف الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يوم القيامة يجيبوا حسنات مثل جبال تهامة، جبال كبيرة من حسنات، فربي يجعلها هباء منثورة. علاش؟ لأنهم كانوا قدم الناس يخافوا ربي، فإذا خلوا إلى أنفسهم انتهكوا محارمة. نعم. فضيلة الشيخ الإمام جمال غلا استسمحك، أشرت دقائق الساعة في هذه الأثناء إلى تمام التاسعة، هو موعد لموجز أهم الأنباء في تقديمه لكم مجددا. زميل إلهام، شكر إلهام، تواصل دائما معكم مشاهدينا،
ونعود نقول فقرتنا فقرة الدين والحياة، وموضوعنا كيف تكون علاقتنا صحيحة مع الله عز وجل مع فضيلة الشيخ الإمام جمال غول. فضيلة الشيخ، قبل قليل كنا نتحدث عن بعض الأسس التي ترتكز عليها كيفية التعامل مع الله سبحانه وتعالى. المسلم أيضا فضيلة الشيخ عليه أن يكون أيضا صبور في وقت الشدة، ويكون أيضا يعني شكور في وقت السراء أيضا. نعم، بارك الله فيك. إذن كنا قد تحدثنا عن هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: حيثما كنت اتق الله حيثما كنت. قلنا لابد أن تكون هذه التقوى في كل مكان وفي كل زمان. ضربنا مثال على المكان، والمثال بالنسبة للزمان، بعض الناس في شهر رمضان، يعني الناس تقبل على الله سبحانه وتعالى، تقبل على العبادات، وهذا شيء طيب. فهذا الناس تسيبه، قد يتوقف عن التدخين، يقلع عن عدم الصلاة واللي يصلي، كان عنده مشكل مع والديه، صحح علاقته مع والديه. فلما يجي رمضان هاو بهذه الشكل، بعد خروج رمضان يرجع إلى ما كان عليه. فهذه التقوى هي تقوى خاصة برمضان فقط، وبالتالي تقوى مؤقتة، وهذه تقوى ناقصة. ينبغي أن تكون في شهر رمضان وفي شهر شوال وفي شهر ذو الحجة وفي كل شهور السنة، باش تكون علاقة الإنسان مبنية على بناء صحيحا كما يحب الله سبحانه وتعالى. إذن علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى هي أهم العلاقات، وهي رأس كل العلاقات. لما الإنسان ينجح في علاقته مع رب سبحانه وتعالى، سيسهل له الله سبحانه وتعالى للنجاح في كل علاقات الأخرى، سواء مع نفسه ولا مع جميع الناس اللي يتعامل معهم مختلف التعاملات، سواء في مع الأقارب والأرحام أو الجيران والأحباب والزملاء، وهذا سوف يكون فيه خير كبير جدا لهذا الإنسان هذا اللي علاقته مليحة مع ربي ومع الناس، وتكون فيها خير كبير للمجتمع بأسره. فتكون العلاقات كلها مبنية بناء صحيحا، فنتجنب كل أنواع التفرقة، كل أنواع الخصومات والنزاعات والأمراض اللي راهي فتاكة بالمجتمع إلا من رحم الله. فهذه خطوة نحو إصلاح العلاقات، بداية من إصلاح علاقتنا مع الله. كل واحد فينا يعرف روحه مع ربي سبحانه، إذا كانت علاقته مبنية على التقوى، إذا كان يخاف من سخط الله، إذا كان يقوم بما أمر الله ويبتعد عما نهى الله سبحانه وتعالى، فعلاقته صحيحة مع الله. إذا كان فيها نقص، إذا كان فيها انحراف، فعليه أن يصحح. ما دام زلوا في الحياة فله فرصة أن يصحح مسار العلاقة مع الله، وهو أمر سهل، ليس بالأمر الصعب. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اللي خلق هذا الإنسان يعلم كل ما يصلح له، ويعلم كل ما يضره، ولا أحد يعلم ذلك كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ورب سبحانه لما شرع لنا كيفاش نبنيوا هذه العلاقات، وشرع لنا كيفاش نسيروا في هذه الحياة، كل هذه التشريعات ليس فيها ما لا نطيقه. رب سبحانه لم يكلفنا بشيء إلا نقدر عليه، كل ما كلفنا الله به فهو مقدور عليه. الحالات الخاصة، المريض، المسافر، العاجز، عنده استثناءات وعنده رخص تكفيه باش يكون علاقته مع رب سبحانه صحيحة. والمحرمات اللي حرمها ربي سبحانه كلها مقدور عليها، وهي معدودة، ما هيش كثيرة. الطيبات أكثر، مساحة الحلال أوسع، بقية المساحة السوداء المظلمة المحرمة فيها أذية وفيها مضرة وفيها مساوئ الإنسان يبتعد عنها، بذلك يكون قد نجح في علاقته مع الله، وينجح في العلاقات الأخرى اللي نتكلم عليها إن شاء الله في الحصة المقبلة بإذن الله ومشيئته. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ الإمام جمال غول، يعطيك صحة، بارك الله فيك، وجمعة مباركة إن شاء الله الأسبوع المقبل بحول الله. شكرا لك، نتواصل دائما معكم مشاهدينا في كل مكان. نعود نقول لكم بعد هذا الفاصل المحطة المعلوماتية، بعد أن نعود ابقوا معنا. المحطات المعلوماتية، من خلالها مشاهدينا تعرفوا على آخر الدراسات، آخر الاكتشافات اللي يقوم بها العديد من الباحثين من مختلف دول العالم. نجدد تحياتنا وترحبنا بالجميع، متواصلين دائما معكم نسمع حبنا في كل مكان لكل من التحق بنا اللحظة. نقول أهلا وسهلا وصباح الخير، يومك موفق وجمعة مباركة بحول الله. إذن لحقنا الآن إلى موضوع أيضا رايحين نتناولوه اليوم، وفي هذا الأثناء رايحين نتكلموا على الكشافة
الجزائرية، كشف الإسلامية الجزائرية باعتبارها مدرسة للنضال والوطنية. أكيد رحين تحدثوا على الكشف الإسلامية، على مبادئها، أهدافها، وأيضا الدور التي تلعبه الكشف الإسلامية في تعزيز ربما روح عند الناشئة، روح الوطنية عند الناشئة. وسنعرش أيضا ونتحدث على الدورة 36 للمجلس الوطني اللي ما زال متواصل إلى غاية يوم غد السبت الرابع أو اليوم الاختتام، أعتقد اليوم غدا بحول الله يكون الاختتام. أسعد جدا باستضافة السيد الضيفي الكريم اللي حاضر معي اليوم، السيد يزيد معمري، عضو القيادة العامة للكشافة الإسلامية. نقول له صباح الخير، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا بك سيدي الكريم وبكل مشاهدي قنوات شروق. أهلا بك سيد يزيد معمري. الكشافة الإسلامية بين الحركات الجمعوية الوطنية التربوية والتطوعية، حدثنا أكثر ربما عن الكشافة الإسلامية وشياء أهدافها أيضا. نعم سيدي الكريم، الكشافة الإسلامية الجزائرية هي منظمة تربوية تطوعية، هي تقريبا أكبر تنظيم شبابي في الجزائر، تعنى بتربية الفتية والشباب في عديد المجالات. ما يميز الكشافة الإسلامية الجزائرية عن غيرها من الجمعيات أنه الكشافة الإسلامية الجزائرية يعني تعمل على عديد، يوجد في صفوفها يعني العديد من الفتية والشباب والقادة والقائدات وحتى العمداء والعميدات، يعني هي لا تعنى بمرحلة سنية معينة بل كل المراحل السنية موجودة في جمعية الكشافة الإسلامية الجزائرية. أيضا الكشافة الإسلامية الجزائرية تشتغل على عديد الأنشطة وعديد المجالات، فلا تختصر في مجال معين، المجال الرياضي أو المجال الثقافي، فهي تشتغل في كل المجالات، وبالتالي فهي دائما أبوابها يعني دائما تستقطب وتستقبل أعداد كبيرة من الشباب، لأنه عادة الجمعيات تشتغل على مجال معين فالمجالات الأخرى تكون يعني غائبة، وبالتالي فالكشافة الإسلامية الجزائرية تشتغل على الجانب الرياضي من خلال دورات رياضية وأنشطة رياضية، أيضا فيها أنشطة ثقافية تربوية تقدم للفتية والشباب من خلال برامج، يعني البرامج التربوي اللي يقدم للفتية والشباب. فالكشافة الإسلامية الجزائرية فيه قيادات يعني ساهمت في إعداد منهاج تربوي يعني يراعي كل المتطلبات السنية للمراحل السنية الموجودة في الشباب. نعم. الموجود داخل الكشافة الإسلامية الجزائرية أيضا فيها أنشطة أخرى، أنشطة رحلات وغيرها من الأنشطة اللي تستهوي الشباب. طبعا تحدثت قبل قليل أيضا عن فئة الأطفال، الأطفال أيضا من دون شك الكشافة الإسلامية يعني تساهم في تنمية قدرات الأطفال، وشو الدور اللي تلعبه الكشافة الإسلامية يعني لتعزيز روح المواطنة أيضا عند الناشئة؟ نعم سيدي الكريم، بالنسبة لي كما تعلمون أنه أغلب يعني الشريحة الكبيرة المتواجدة بين صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية هي فئة الفتية والشباب، ويعني وبما أنه يعني العمود الفقري ل يعني بلدنا هو الشباب، فالكشافة الإسلامية الجزائرية كمدرسة تكملة لدور المؤسسات التربوية اللي هي المدارس والمساجد، الكشافة الإسلامية الجزائرية والعائلة، الكشافة الإسلامية الجزائرية تقوم بغرس الروح الوطنية في نفوس الفتية والشباب من خلال مشاركتهم وإشراكهم دائما في الأنشطة وفي المحافل يعني اللي عندها علاقة بتاريخ الجزائر، من خلال إحياء الأعياد الوطنية وكل وفيه مواد يعني تقدم للشباب وإبراز يعني القدوة يعني في المجاهدين والمناضلين اللي كانوا إبان الثورة التحريرية، باعتبار أنه أغلب مفجري الثورة التحريرية و18 من مجموعة 22 كلهم كانوا قيادات كشفية، فنغرس في نفوس الفتية والشباب داخل أفواج كشفية وداخل المخارطين حبهم لهذا الوطن من خلال أن يكونوا قدوة للقيادات التي سبقت في السابق. فدائما نعزز الروح الوطنية داخل أبناء الحركة الكشفية من خلال إشراكهم في كل الأنشطة التي لها علاقة بالوطن، كل المحطات التاريخية اللي ترسم أمجاد وبطولات تاريخنا المجيد. طيب. سيدي الكريم، نتحدث على نشاطات الكشافة الإسلامية، نتحدث أيضا على الكشافة الإسلامية
في مجالات أيضا العمل الخيري والتطوعي، فيما تمثل ربما هذه النشاطات التي تقوم بها الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ نعم سيدي الكريم، الكشافة الإسلامية الجزائرية تشتغل على عديد المحاور، من بين هذه المحاور هي محور الخدمة الاجتماعية، ومجال الخدمة الاجتماعية نحن نشتغل على المجال الخيري والتضامني من خلال عقد شراكات مع العديد من المساهمين. وفي الفترة الأخيرة كان للكشافة الإسلامية الجزائرية مبادرة جيدة مع مؤسسة اليونيسف، وين كان تقديم شتاء، حملة شتاء دافئ، وين قمنا بتقديم يعني أغطية ومعاطف للأسر، العائلات التي تعرضت للحرائق خلال الصيف الماضية بولايات سقاه راس والطارف، وهذه يعني اللي كانت مبادرة جيدة. أيضا نقوم بتقديم طرود غذائية والمشاركة في بعض الحملات إلى المناطق البعيدة والمعزولة اللي فيها بعض العائلات، مناطق الظل التي يعني تحوي عائلات معوزة. أيضا الكشافة الإسلامية الجزائرية اشتغلت وتشتغل تحضيرا بما أننا مقبلين على شهر رمضان المعظم، لتحضير موائد إفطار وتقديم طرود غذائية خلال الشهر الفضيل للعائلات المعوزة، وهذا يعني عددها يرجع إلى عدد يعني الكميات اللي والله ما يأتينا من المحسنين، يعني بحجم الكميات اللي نتحصل عليها من المحسنين تكون جميل. جميل سيد الكريم، نتحدث الآن عن الدورة 36 للمجلس الوطني الذي طبعا تنظمه الكشافة الإسلامية الجزائرية. حدثنا عن هذا المجلس الوطني الذي ما زال مستمر إلى غاية يوم غد نعم سيدي الكريم، الكشافة الإسلامية الجزائرية والمخيم الدولي، بالضبط مخيم الدولي محمد بوراس سيدي فرج، يحتضن أيام 2-3-4 من هذا الشهر، يعني هذا اليومين، أشغال الدورة 36 للمجلس الوطني، والتي اختير لها هذه السنة اسم دورة الشهيدة دنيا بوحلاسة التي نحسبها شهيدة عند الله. هي قائدة كشفية كانت في رحلة مع الفتية والشباب خلال الصيف الماضية بولاية طارف، أين دهمتهم الحرائق، والتي ناضلت من أجل يعني إنقاذ الفتية والشباب، وكانت نموذج للتضحية رحمة الله عليها. قلنا أنه الدورة 36 للمجلس الوطني، ودورة المجلس الوطني هي محطة تنظيمية تضم يعني يحضر فيها 151 من إطارات الكشافة الإسلامية الجزائرية على المستوى الوطني. هي محطة للتمحيص، للتقييم، لمراجعة ما تم إنجازه خلال سنة 2022، ورسم الخطة يعني خطة العمل لسنة 2023 والمصادقة عليها. ومن أهم يعني المحطات اللي مرت بها يعني الكشافة الإسلامية الجزائرية خلال سنة 2022، يعني كانت محطات تستهل يعني الوقف عندها، فالوقوف عندها. فالكشافة الإسلامية الجزائرية خلال سنة 2022 قامت بعديد الأنشطة مع العديد من الشركاء، أيضا تم إمضاء اتفاقيات شراكة مع عديد من الوزارات والمؤسسات، على سبيل المثال وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن، ووزارة البيئة، وغيرها من الهيئات الحكومية، لأنه الكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم تكمل عمل مؤسسات الدولة في يعني في الميدان. فشغلنا يعني من شغل المؤسسات الدولة، باعتبار أنه نحن متواجدين في يعني ما ضمن مكونات المجتمع الجزائري. بالحديث عن الكشافة الإسلامية الجزائرية، وش هي المشاريع المستقبلية؟ هل في أفكار جديدة، مشاريع ربما حنشوفها مستقبلا من إمضاء وتنظيم ربما الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ نعم سيدي الكريم، الكشافة الإسلامية الجزائرية يعني حتى نحطك في الصورة، الكشافة الإسلامية الجزائرية بعد كل مؤتمر تقوم بتصدير خطة استراتيجية للعهدة، وهي الخطة الاستراتيجية اللي نشتغل عليها الآن، هي الخطة الاستراتيجية 2019-2023 تنتهي خلال يعني نهاية الصيفة، يعني فيه مخطط. نعم فيه مخطط. نحن ما تم تحقيقه خلال السنوات الماضية يعني تجاوزنا ما تم يعني الوفاء به، والله ما تم كبيرة جدا. الحمد لله، وكان بتوفيق من الله، ويعني بتضافر الجهود القيادة الكشفية
اللي نقدم لهم تحية خاصة القيادات المتواجدة في القرى والمداشر على المستوى المحلي، لأنه هم نحن نصنع استراتيجية وهم يجسدونها على أرض الواقع، فهم يعني جنود الخفاء الموجودين في الميدان. أيضا في يعني ما زال شق قليل من هذا البرامج في بعض المجالات، لأنه الخطة الاستراتيجية يعني تنقسم إلى عديد المجالات، ففيه برامج تم تحقيق يعني جزء كبير منها وتجاوزنا يعني المطلوب، وفيه بعض المجالات اللي سنسعى إلى تحقيقها خلال الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله. السيد يزيد معمري، ربما الناس اللي تبافين الآن في بيوتها سواء أطفال ولا حتى الشباب حبوا ربما ينضموا يعني للكشافة الإسلامية الجزائرية، وش هي شروط الانضمام وكيف؟ ربما الناس تتساءل الان عبر الشاشة. بالنسبه لي يعني انت راك قست في موضوع اللي هو يعني موضوع يشغل كل الساحه الكشفيه وكل القيادات الكشفيه. احنا دائما نشتغل على موضوع تنميه العضويه. اليوم الحمد لله الكشافه الاسلاميه الجزائريه تضم يعني ضمن صفوفها زهاء 200 ألف كشاف، والحمد لله اليوم هو شعار تاع رئيس الجمهورية كان طلب أنه الكشافة الإسلامية الجزائرية باش يكون فيها مليون كشاف، وين فتحنا الأبواب مع المؤسسات الدولة من قطاعات وزارية وكل المؤسسات، لأنه من قبل يعني كان مشكل تاع بعض المشاكل اللي تعيق الكشافة، مثلا مشكل مقرات. الكشافة الإسلامية الجزائرية اليوم فتحت لها كل الأبواب، الكشافة الإسلامية الجزائرية تفتح أبوابها للشباب وكل يعني نقدم يعني نداء لكل شباب الجزائر وأطفالها اللي يحب ينخرط في الكشافة الإسلامية الجزائرية. الشروط بسيطة جدا، يعني ما الكشافة الإسلامية الجزائرية لا نطلب يعني مبالغ 100,000 دينار أو 2000 دينار للانخراط في الكشافة، ومبلغ رمزي 200 دينار لحقوق التأمين والاشتراك، ومرحبا به في صفوف الكشافة الإسلامية الجزائرية. حبيت نسقسيك فقط، الكشافة الإسلامية متواجدة في يعني الجديدة المستحدثة مؤخرا فيه مكاتب هناك؟ نعم سيدي الكريم، بالنسبة لي وهذا من أهم إنجازات يعني سنة 2022 بعد يعني إعلان يعني صدور الجريدة الرسمية اللي تم من خلالها يعني استحداث ولايات الجديدة. قمنا بمباشرة الإجراءات لاستحداث محافظات ولائية جديدة في الولايات الجديدة، والحمد لله لحد الآن تم تنصيب محافظات بست محافظات ولائية، في انتظار الأربعة الباقية اللي تم تنصيب لجان يعني لجان تسيير مؤقتة حتى تكتمل التشكيلة، ثم يتم تنصيب محافظة ولاية. احنا الحمد لله الكشافة الإسلامية الجزائرية ما عندناش مشكل يعني، لأنه موجودة في كل التراب الوطني في كل بلديات الوطن، فأي نتعامل مع كل جديد. شكرا جزيلا لك السيد ياسين معمري، عضو القيادة العامة للكشافة الإسلامية، كن ضيفنا في برنامج شروق مورنينغ. نتمنى لكم كل التوفيق ونلتقي في فرص أخرى بحول الله. شكرا جزيلا لك، نتواصل دائما معكم مشاهدينا، توقفوا عند فقرة زابينغ بعد لما نعود، ابقوا معنا. أهلا وسهلا بالجميع، تحية متجددة لكل الأحبة لكل من يتابع شروق نيوز، برنامج شروق مورنينغ مازال متواصل، فقط ابقوا في المتابعة، نسعد دائما بخدمتكم والتواصل دائما معكم كل فريق البرنامج. يحييكم في هذه الصبيحة ويقول لكم صباح الخير وجمعة مباركة بحول الله. نلحق لها الفقرة أيضا، فقرة تعودت عليها كل يوم جمعة كل صبيحة هذا اليوم المبارك، فقرة خصصناها للجمعيات للمؤسسات التي تنشط في المجال الخيري والتطوعي. اليوم حضر معنا رئيسة ولاية الجزائر لمؤسسة ناس الخير السيدة ابتهال العرش، نسعد جدا باستضافتها معنا في بلاطو وشروق مورنينغ. صباح الخير ابتهال، اهلا وسهلا بك. صباح الخير ومرحبا بي عندكم، وشكرا على هذه المبادرات الرائعه ومرافقه المجتمع المدني دوما. اهلا وسهلا بك، ونحن نسعد ايضا باستضافتكم معنا في هذا البرنامج. في البدايه لو نعرف اكثر مؤسسه ناس الخير. مؤسسة ناس الخير هي مؤسسة وطنية تعني بكل ما هو اجتماعي إنساني وبيئي،
تأسست مع 2009 مع مجموعة من الشباب اللي قدموا يد العون للحاجة رحمة في ولاية الأغواط، ومن هنا كانت الانطلاقة يعني من 2009 إلى اليوم، وين نرافق الشباب في مختلف المجالات، وين نرافق تاني المجتمع المدني فيما يخص المشاريع البيئية والاجتماعية وكذلك الإنسانية. جميل جدا. يعني هذه المؤسسة أسست سنة 2009، الانطلاقة يعني كانت في 2009 لكن التأسيس كان في 2012. 2012 يعني الله يبارك، منذ 2012 نقولوا يعني شحال من سنة لليوم؟ يعني تقريبا 12 13 سنة. جميل الله يبارك، يعني خلينا نقولوا لها يعني مؤسسة قديمة شوية. لو نتحدثوا الآن ابتهال على أهم النشاطات اللي قدمتها هاد المؤسسة منذ تأسيسها منذ سنة 2012. أكيد حاليا المؤسسة تعتمد ثلاث برامج يعني ثابتة، واللي هي برنامج إنساني اللي سميناه رحمة على الحاجة رحمة اللي انطلقت منها المؤسسة، كذلك برنامج بيئي تزاير، وكذلك برنامج اجتماعي شعبي. في البرنامج الإنساني رحمة عندنا برنامج رحمة لمرافقة المسنين، شباب لمرافقة الشباب، وكذلك في برنامج البيئة زاير لدينا أيام الجزائرية الخضراء لحماية الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء الجزائرية، كذلك لدينا برنامج الأيام الجزائرية الزرقاء ونحافظ على الثروة المائية، وين مؤخرا قمنا يعني في السنوات القليلة الماضية كنا في نهاية موسم التصيف نقوم بحملات على مستوى جميع الساحل الجزائري، نقوم بتنظيف الشواطئ سواء استعدادا للمرحلة الموسم الصيفي أو خروجا منه. كذلك لدينا برنامج الاجتماعي اسمه شعبي، يقوم بمرافقة البطولات الرياضية، كما حاليا رانا قايمين برنامج رياضي، ويعني كل برنامج عنده 4 مشاريع، يعني المجموعة 12 مشروع معمم على مختلف ولايات الوطن، لأنه كما على بالكم مؤسسة الناس الخير هي مؤسسة وطنية. يعني نقدر نقولوا أنه العمل اللي تقوم به هذه المؤسسة يمس يعني خليني كل شرائح الاجتماعية، يعني الطفل الشاب وحتى كبار السن. جميل جدا. هل سبق أنكم شاركتم في ملتقيات ربما وندوات مختلفة هنا في الوطن؟ أكيد، مثلا في اللقاء الأخير للمجتمع، اللقاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، كان عندنا يعني لقاء وطرحنا مجموعة من التوصيات، ويعني في مختلف الندوات كنا تقريبا جميعا حاضرين. طبعا وش هي أبرز انشغالات مؤسسة ناس الخير؟ وش هي الصعوبات تواجهكم الميدان؟ نعرف انه العمل الخيري والتطوعي صعب شويه، يعني ما تعلق بالاموال، المصدر تاع الاموال، هل واجهتوا وتواجهوا حاليا صعوبات ومشاكل؟ يعني هي اكيد كاي مؤسسه غير ربحيه او كاي جمعيه راح يتوجهوا يعني بعض الضغوطات بخصوص مشكله التمويل، خاصه بعد الأزمة الاقتصادية اللي خلفها الكوفيد، سواء على مستوى المؤسسات الاقتصادية وحتى المؤسسات يعني الغير ربحية بالتأكيد. لكن مؤسسة ناس الخير تعمل على مبدأ التشاركية الاجتماعية أو التشاركية الديمقراطية، وين بين بعضنا نقدروا نلبي هذوك الاحتياجات. كذلك عندنا ممولين اقتصاديين اللي نوعيهم حنا بضرورة دورهم الاجتماعي، وين يقدروا يساندونا. بالتأكيد كاين نوع من النقص، لكن ما راحش يكون عائق للعمل التطوعي، لأنه في كل مشكل يوجد حل. أكيد رمضان على الأبواب، يعني ما بقالوش بزاف، حوالي شهر ونصف إن شاء الله يدخل علينا بالصحة والخير والعافية إن شاء الله، هي محطة للعمل الخيري والتطوعي. مش هي المشاريع اللي ربما راكم معاها الآن حاليا، يعني اللي ربما باش تقوموا بها سواء قبيل رمضان أو حتى في رمضان؟ حاليا خرجنا يعني في شهر جانفي خرجنا من ملتقى وطني، واجتمعت جميع محافظات
مؤسسة ناس الخير في ولاية سطيف. قمنا بوضع رؤية خاصة بعام 2023 حتى 2025، والرؤية تتضمن أنه يعني تجسيد وتقوية المهارات سواء الذاتية ولا المالية ولا حتى الاجتماعية. وين أيضا في رؤية 2024 لدينا دخول عالم المقاولاتية الاجتماعية اللي هو ضروري جدا. كذلك في رؤية 2025 راح تكون عندنا مرحلة تقييمية. بالنسبة للمشاريع الحالية كمؤسسة ناس الخير لمحافظة ولاية الجزائر، نحن نعمل على مشروع خاص بالشراكة مع الاتحاد الملكي الهولندي في كرة القدم لتدريب المدربين في مجال الأصغر، يعني في مجال الصنف الصغير في مجال الأطفال، أين قاموا بتدريب أكثر من 40 شاب، والآن سيتم اختيار فقط 10 منهم لبلوغ المرحلة النهائية ليصبحوا مدربين دوليين، وهذا بالشراكة كما قلت مع الاتحاد الملكي الهولندي كيان فيبي. كذلك مشاريع أخرى، وهذا هذا المشروع سيعمم على الولايات التالية: وهران، عنابة، كذلك بسكرة وسطيف، يعني معظم الجهات الوطنية. كذلك جميل. بالنسبة لبرنامج رمضان يعني راه على الأبواب، وين نوه للمشاهدين ديالنا أنه فتحنا باب الانخراط سواء نحن كمؤسسة ناس الخير لمحافظة ولاية الجزائر أو بقية محافظات الوطن، لأنه هي مؤسسة وطنية كما أذكر، أنه راح يكونوا أبواب الانخراط مفتوحة، يعني وهي مفتوحة للجميع. لكن كذلك أنوه أنه توجد مديريات في المؤسسة، خليات الاتصال، خليات اللوجستيك، خليات البرامج والتطوير، يعني الشاب عندما ينخرط معنا راح يقوم بدورات تكوينية أولا حتى يلتحق بالمديريات الخاصة. يعني مؤسسة ناس الخير هي ترافق الشاب وترافق جميع احتياجات المجتمع. وكذلك نقول باللي مؤسسة ناس الخير حاليا من بين المشاريع ديالها هي برنامج شتاء دافئ يخص ناس المفترشي الطرقات، خاصة مع برودة الطقس والانخفاض الجوي اللي عرفته وما زال تعرفوا الجزائر في الأيام القادمة. فكرتهم ربما في أشخاص دون وقوة، يعني عندنا خرجات أسبوعية نقوم بتزويد هاد الناس بالمختلف الأطعمة بمختلف الأفرشة، وكذلك يكون معنا طبيب مرافق لمعالجة يعني ومراقبة وضعهم الصحي، أنه ممكن الظروف لا تسمح لهم بالتنقل ولا ما عندهمش أصلا شكون يقول لهم هيا تروح معايا للطبيب. دون شك، صح صحيح. لو نتحدث على هذه المؤسسة، مؤسسة ناس الخير، هل يعني تعمل بالتنسيق مع جمعيات أخرى، مؤسسات أخرى على المستوى الوطني في أمور في عمل خيري، في ربما تكوين كما تحدثتي قبل قليل، هل فيه تنسيق بين جمعيات أخرى ومؤسسات أخرى هنا في الجزائر؟ بالتأكيد، وهذا الشيء اللي يخلق مفهوم الوحدة الوطنية الجزائرية. يعني صحيح نحن عندنا فروع في مختلف ربوع الوطن، لكن تضافر الجهود وتناسق الجهود مهم جدا لضمان الوحدة الوطنية. وين مثلا توجد جمعيات تصل بينا مثلا لطلب دعم في خصوص مثلا عندهم ملتقيات يحبوا دعم بشري، ونحن نتنقلوا معهم ونحضروا معهم، يعني هذا أكيد، لأنه هذا الشيء هو اللي يحافظ على الوحدة الوطنية الجزائرية، وهذا هو الغرض من التطوع. وتاني نقول باللي الشباب اليوم هم العنصر المثالي لخلق مبادئ التطوع في الجزائر. يعطيك صحة. ربما كلمة أخيرة للمشاهد الكريم لو يتابع فينا في هذه اللحظات. كلمة أخيرة نقول خاصة للشباب، لأنهم هم العنصر كما قلت الأساسي للتطوع، تطوعوا ولا تدروا أي صدقة قد تدخلكم الجنة. كذلك نوه للشباب المتعلم الآن أنه وزارة التعليم العالي قامت بإدراج فكرة 5 نجوم، ومن بينها مساعدة المجتمع المدني، وتحقيق هذه الفكرة لا تتم سوى بالتطوع. لذلك أبواب مثلا ناس الخير، مؤسسة ناس الخير، مفتوحة للجميع، خاصة أيضا بالنسبة لرجال أعمال متابعوا فينا الآن أو في بيوتهم اليوم جمعة، اليوم عطلة، بدون شك متابعوا فينا الآن عبر الشروق الإخبارية. هي رسالة أيضا لهم باش يقوموا بمساعدة، خاصة كما يعني قلت الجانب الإعلامي وخاصة قناة الشروق اللي كان دايما ترافقنا احنا مؤسسة ناس الخير، سواء في رمضان في خرجاتنا حتى اليومية أو خرجات الشتاء الدافئ، كانت يعني القنوات الإعلامية ومن بينها قناة الشروق الداعم الأساسي لمثل هذه النشاطات، لأنها أصلا تحقق مبدأ التشاركية الاجتماعية.
يعطيك الصحة، شكرا جزيلا لك ابتهال العور، رئيسة ولاية الجزائر مؤسسة ناس الخير، نتمنى لكم كل التوفيق، يعطيك الصحة ونتلقاو إن شاء الله في فرص أخرى بحول الله. شكرا. شكرا لك ابتهال، متواصلين دائما معكم، مابقاش وقت بزاف. أنا حبيت نذكر بحكمتنا لنهار اليوم، حكمة رائعة جدا خاصة وحنا اليوم في يوم جمعة، جمعة مباركة للجميع. حكمتنا اليوم تقول: من اتصف بصفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. من اتصف بصفة الاستغفار يسر الله عليه رزقه وسهل عليه أمره وحفظ عليه شأنه وقوته. أكيد حكمة جميلة جدا عن الاستغفار باعتباره من أعظم وسائل الأمن، فبالاستغفار تغفر الخطايا والذنوب، وبالاستغفار تكون البركة في الأرزاق. كل جمعة وأنتم إلى الله أقرب، مشاهدينا وصاحب أعمالكم بالحسنات والطاعات أثقل. نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا منذ صبيحة هذا اليوم في هذا البرنامج، كل فريق يحييكم، زميل هشام في الإخراج يحييكم، زميل أمين عماد، أيضا ديدين، وزميلتين كريمة وإيمان، ورضا أيضا يقول لكم كامل، يعطيكم الصحة اللي كنتم معنا في هذا العدد من برنامج شروق مورنينج. نتلقاو إن شاء الله غدا السبت بحول الله بداية من الساعة 8:00. إلى ذلك